صباح النور، صباح الورد والياسمين. شنو حوالكم يا البنات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير ونعم الناس الكل. اليوم يا البنات سامحوني ما هبط لكم الفيديو اليوم، ان شاء الله نروح للدار ونهبط لكم الفيديو، وان شاء الله كان معناها تصب بكري هبط لي بكري على اليوتيوب ان شاء الله نهبطه لكم. سينو نتو نخليه ونهبط لكم غدوه الصباح. الحقيقه يا البنات راني ما نحبش معناها نهبط فيديو مخر خاطر ما ياخذش حظه، فهمتوا؟ فهذاك علاش الحقيقه نولي نخير اني نهبطوا بالصباح خير من نهبطوا بالعشيه، ما يجيبليش مشاهدات. الحاسيل البنات الحقيقه راهو نخدموا على المشاهدات، مانيش نخدموا على هبط فيديو كهو، هذا الحق. فما نجمش نهبطوا العشيه حاسيلو، كان وصلت بكري حتى الثلاثه هبط لي الثلاثه نهبطوا ان شاء الله. سينو غدوه ان شاء الله يهبط لكم الفيديو اللي كنت باش نهبطه اليوم، وان شاء الله الفيديو هذا يهبط لكم النهار اللي بعده بقدره الله. حسيلو يا البنات اليوم راني ما هبطتش فيديو لسبب وحيد، امي مريضه شويه كلمتني الصباح، جيت باش نعمل مونتاج اليوم الصباح، البارح تعب شويه وقص الضوء اصلا البارح، ما نجمتش من العاده نمنتش في الليل ونهبط في الليل، قص علينا الضوء لين معناها رقدنا صاييك، خذاني النوم صاير الضوء رجع وليت صاييك، قلت تو نريقلو الصباح ماهوش كاتب باش يهبط اليوم. حسيلو امي مريضه شويه كلمتني الصباح قالت لي راني تعبه اجا، مشيت هزيتها للطبيب وكل شيء، وصلتها رجعت وصلتها للدار، وتوا كنت في الفارماسي مشيت نجيب لها في الدواء، وهاني ماشيه مروحت لها حسيت تو باش نوصل لها الدواء نعطيها دواها ومحضر لها شنيا باش تاكل، ونمشي نروح الصغيره تيجي جات تو بريسك نص النهار، صبحيه كامله تعدت بين الطبيب والفارماسي وانا على ساقي معناها نمشي ونجي، وهي دار امي في اخر في اخر البلاد فهمتوا، والفارماسي كيف كيف في اخر البلاد مش من الناحيه الاخرى، فتعبت الحق اما كوميم ما يسالش والدين هذاك هو شنو باش نعمل. راجلي ما فماش، تقولي راجلك راجلي ما فماش، وصغيراتي خليتهم عند بنتي، فنتحرك على ساقي الله غير باش نعمل. كاو هاني تقريبا قريب نوصل للدار، يمكن دريج ماكسيموم ونوصل للدار. حاسيلو يا البنات بالله عليكم ارفعوا لي الفيديو، فما خبر سمع حكا ان شاء الله نهايرين جايين، فما كوليكسيون جديده باش نوريها لكم، فيها برشا الوان زاده سمحين بليتو، هما ثلاثه الوان يا البنات باش ما نكذبش عليكم، اما الالوان الكل طايرين معناها الشتاء هذايا، الوان شتويه الوان سمحه مضخمه والكاليتي زاده طياره، ان شاء الله تو نوريها لكم في فيديو دوبه توصلني الكوليكسيون ان شاء الله نوريها لكم. وكاوي البنات ما تخافوش راهو الاسوام نتاعي ماهمش غاليين، معناها نهايتها اغلى قطعه عندي بالطبيعه باش تلقوها نهايتها 35 دينار، الا اذا حاجه كبيره معناها كل شيء زاد كيف كيف، راني نحاول اني ما نفوتش ال 50 دينار في القطعه فهمتوا، تكون اسوام معقوله على الاخر. وكاو كيما قلت لكم راهو توصيل متوفر ل 24 ولايه للاقاليم، ما نعرفش قداش نقليم، ثلاثة أقاليم أربعة أقاليم ما نعرفش للأقاليم الكل الحصيلو. التوصيل متوفر ل 24 ولاية، أخطأنا من الأقاليم طالما مانيش عارفين أخطأنا منهم. حصيلو التوصيل متوفر 8000 إن شاء الله، معناها كي تتريق الخدمة بالكدا بالكدا ويولي فما برشا كمانديت معناها باش تخرج، يولوا سوسيتي إن شاء الله ينقصوا شوية في الفريد وليفريزون. حصيلو يا البنات هاني قصرت بكم الطريق وحكيت معاكم ووسعت بالي بالكدا وما حسيتش معناها بالبارتي هذه، وانا قاعده نصور لكم يا ريتني فقت من الصباح وخدمت مخي من الصباح وبقيت نصور معاكم شويه شويه، راهو تعدى لي الطريق حسيل. وصلت تقريبا لدارنا، ها هي قدامي الدار، ما تنسوش يا البنات باش تعرفوا معايا الفيديو تعاونوني عليه لايكاتكم وتعليقاتكم، وبطبيعه اذا اول مره تشوفوا قناتي شرفني الاشتراك نتاعكم، نورتوني وشرفتوني الناس الكل، وبالله سامحوني يا البنات اللي ما رجعتش عليها، راني في بالي رجعت على المساجات الكل، اللي ما زلت ما رجعتش على المساج نتاعها ما فيها باس تحط لي حتى اب معناها في المساجات تخلي المساج يطلع لفوق، وكا ان شاء الله نجاوب الناس الكل. كاو حبيباتي توصلت، خليني نمشي نعطي دوا ميمتي وهني تروح ان شاء الله نكمل معاكم الفيديو. حسيب باي باي، نقابلوا مع بعضنا في بقية الفيديو. هكاو يا البنات روحت من عند ميمتي وجيت نلقى بنيتي هذيا جالزة على روحها بلا صدرها، هكاو وليت بدلت لها حوايجها وجبت لبستها الكسوة هذيا اللي شريتها لها سلفتي، فرحانة بها على الاخر يا البنات والله عجبتني على الاخر، ان شاء الله ربي يبارك لها في صحتها
ويزيدها من خيره يا رب. حاسيلو بدلت حويجه زغرونتي هذيا وحطيتها في البوسيت وجيت لهنا لبيت ولدي وين باش نشوف الكارثه هذه. مش باش نحكي لكم يا البنات، ما حبيتش نجمل البيت قبل ما نبدا فيها الروتين، قلت خليني نوريكم ولدي شنو هو عامل فيا بالضبط. كيف البارح يا البنات قلت لكم ديجا قص الضو من اول السهريه وبقى لاخر وقت قاص، فمرقدش هو لهنا، وليت فرشت لهم لوطه في بيت بنتي، ورقتنا وبنيتي هذية في فوق سرير بنتي، معناها خاطر هما صغيرين وخافوا معناها، فهمتوا؟ قالوا لي ماما ما نجمش نرقدوا وحدنا باش ترقد معانا. وليت مشيت رقدت بحذاهم على اساس الضو قص، يا اخي رجع اخر وقت بقيت بحذاهم الحقيقه، ما حاولتش. الحاسيلو جو من لونترينمون كيما تشوفوا، هما وصلوا باش يبدلوا حوايجهم، والضو قص مع 6 و7 تقريبا، ولا 7 غير 4، هما يكملوا 6:30 دوبلا وصلوا للدار. هي ديجا دار شباب قدامي قدام الدار، دوبلا وصلوا مشوا باش يبدلوا حوايجهم قص الضو. حاسيلو بدلوا على التورش تاع التليفون وخلى حوايجهم مطيشين وقد الدنيا خايضه يا البنات كيما قاعدين تشوفوا. ديجا الحوايج كيما ريتوهم شطرهم كان مطوي، اعطيته له وقلت له حطه لي فوق البيرو، اتا ونجي نحطه في بلايصو. يا اخي ما حطيتوش قص الضو، ما حطيتوش ولا تلكت الدنيا، حاسيلو تقلبت قلبه واحده. حوايجهم الكل معناها حوايجه هو بليتو الكل اعلى برا، يجبد يلبس حاجة ومن بعد يقول لي ماما ما عجبتنيش نحب نبدل حوايج أخرى. فهمتوا؟ اللي يلبس السيرفيت مور رهيفة وكيحس بالبرد يقول لي لا صاي ماما نبدل حوايج، مع أني راني والله قد ما نشد فيه نقول له وليدي راهي رهيفة هذه ماهيش تاع الطقس هذا نحيها، ما يحبش. يمشي برايو ولكن من بعد يرجع على راينا. حاسيل إن شاء الله ربي يهديهم، ما نحبش نعركهم وما نحبش نعاقبهم كما قلت لكم في فيديو قبل. اما راهم ساعات يضطروني والله لهنا متغش عليها على الاخر، معناها كي ندخل للبيت كيما هكا السبادري نتاعو اللي خرج بيه معناها اللي مشينا بيه لدار حماتي جاء ونحيها على جنب وخليه كيما هو كيما البارح، معناها من كيما البارح جيت اليوم نلقاه في بلاصتو البرا. السبادري اللي يلعب بيه عنده هذاك السبادري اللي ريتوه زاد ثاني هذاك يلعب بيه فوق السطح مع اخته، فهمتوا؟ ما يطلعش باش ليكتو حشاكم، يطلع يجري ويتلهط بس بدري هذاك. فكلهم حاطهم على بر. الله غالب والله البنات، ما لقيتش طريقه الحقيقه باش نوالفو انه يلم ويعاوني شويه قد ما حاولت معاه، معناها شيء الا اذا بكيفو راهو يعاوني الحقيقه بالقدا بالقدا يعمل مجهود، واذا كان باش نقول له انا اعمل حاجه لا، معناها هو وكيفو. وانا الحقيقة تعبت من لمين وراهم. فاذا كان يا البنات عندكم هكا طريقة عملتوها مع صغيراتكم وخليتوهم يشدوا الرجلة قولوا لي اعاونوني في النقطة هذه الحقيقة، خاطر هو بالحق تعبت في جرته هو بالذات، معناها تو بنتي نغلبها نقولها اعملك الحاجة تعمل، هو يحب يقضي بكيفه الحقيقة ما يعكسنيش. اما يبدا يقضي كلي معناها بشي مش قضية راهي قضية زيد، مثلا بشي يلم حاجة ولا بشي يخرج حاجة يبدا كلي ماهوش حابب، فهمتوا؟ الا اذا هو جا متطوع معناها وحده. حاسيله متعب، فهاك يمكن عندكم فكره عاونوني يا البنات، تعرفوا انتم عمر بيت الاولاد صعيبه و فماذا بيا من معناها نتعامل معاها بطريقه ترضيني وترضيه او ميم طون. الحاسيله يا البنات هاك كيما تشوفوا لميتك الخماضه اللي كانت في البيت الكل، وجيت لهنا باش نمسح البيرو. البيرو نلقاه عامل عليه الكولة نتاعو، هيلكو يا البنات هيلكو هيلكو، الحمد لله الكولة تنحت ما بقتش شادة، سينو تهلك. هو ديجا دقدق لي راهو سرير اختو، تو تشوفوه معايا الايام الجاية. اهلكو لي كسرو، معناها تكسيره لا تقرا لا تكتب، معناها هو ديجا تصلح قبل كسرو هو راهو وصلحته، وزيدها وعاود كسرو تكسيره اعظم من التكسيره الاولى. ان شاء الله ربي يهدي ويدلو. الله غالب هذوك هما عندهم فرط في الطاقه، ياسر 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 فرط حركه كما يقولوا، ولا فرط طاقه ما نعرفش، حسيلو فرط حركيه فرط حركه ما نعرفش الكلمه شنو بالضبط يا البنات. اما بصوره النورمال، فهذاك علاش نقول لكم ان شاء الله يا البنات في ساعه ربي يجيبها القرايه، خلي تتعدى العطله كما تتعدى الفايده، توفى العطله ويرجعوا يقروا. بالحق يا البنات والله مانيش قايل راني بوليداتي، اما راني تعبت يا البنات والله تعبت، تقريبا راهي الامهات الكل توا
امنيتها الوحيده وقتاش تشوفها العطله، حتى كان مازال نهارين ولا 3 ايام اما يستنوا فيهم باش يشوفوا على الاخر. حسي البنات كملت نظمتها لبيتها كيما تشوفوا، تقلبت وتبدلت امورها واضحه. صاي كملت لبيتها الحقيقه يا البنات، باش ما نكذبش عليكم الفيديو هذايا متصور عنده نهارين ولا 3 ايام متاع الغداء، واللي تضفته اكهو معناها صورت روتين باش نكمل به الفيديو لا اكثر ولا اقل. جيت لهنا باش نعمل كسي بالحوت، ديجا اخر مره نحكي انا ومريم وقت نظف في طرف حوت النهار اللي عملت فيه المصلي ديجا بارتاجيته معاكم. قالت لي مريم كان اعمل كسكسي خير، قلت لها راجلي اليوم شاهي مصلي ان شاء الله نهير كيكه ولا نهيرين ونعمل كسكسي بالحوت. وليت قسمت الحويتات شويه عملت بهم مصلي وشويه عملت بهم كسكسي حسيلو. ولت مريم قالت لي طيبوا على الطريقه نتاعنا، راهي الطريقه نتاعنا بنينه وراهي هكا وهكا. هي قلت لها تو نهار اللي نجي نطيبوا نكلمك. حكيت لي نهارتها بالتفصيل كيفاش شنيا نعمل بالضبط، كبتيت الحقيقه. وليت اليوم تبعتها بالحرف معناها كيما قالت لي وكيما نتذكر معناها حقيقه ما عودتش طلبتها. اما ما نحكي لكم الشيء البنات والله صحيح معناها فيه ايتابيت بريسك نفسه نطيبوا هكا، اما ما نعرفش بالتطيب هذه اول مره نطيب بها التفاحه هذه، عجبني على الاخر وجا بنين 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 محلي. يعيشك يا ماري وبارك الله فيك. عجبتني الروسيت على الاخر وان شاء الله دورينا بون نعود نطيب بها. هي الحقيقه عجبتني ابن من الطريقه اللي كنت نطيب بها. كيما ريتو يا البنات خديت البصل قليته وقليت معاه الفلفل. الحقيقه انا قبل كنت نقلي جست الفلفل وحده ومن بعد نرمي البصل ونقلي كل شيء. حسيل قليت البصل والفلفل مع بعضهم ومن بعد خرجت الفلفل وضفت كعيبه طماطم هكاك مقصوصه جويده وخليتها حتى هكا هبت شويه كيما نقولوا نحنا طابت شويه وزدت عليها طماطم الحكه وقليتها بالباهي وضفت عليها الحوتات ومن بعد ضفت عليها شويه اكليل وكمون وخليتهم يتقلوا شويه وبديت نزيد في الماء بشويه بشويه ومن بعد فوحت فلفل احمر وحشاكم وكركم وتبل وكرويه وبالطبيعه الثوم كيما ريتو. عملت برشا ثوم قالت لي راهو يحب برشا ثوم الحقيقه من العاده نعمل ثوم اما ما نعملش كميه كبيره. المره هذه زودت برشا معناها عملت مغرفتين كبار ثوم مرحيين بالفلكحل حطيتهم وقليت بالباهي ومن بعد ملحت وبديت نمرق بشويه بشويه نزيد في الماء بشويه بشويه حسيلو. امرقتها وخليتها طيب على روحها وجيت لهنا باش نحضر الحوتات اللي باش نقليهم. ديجا عملت شويه في هما الكل في الكل 3 حوتات يا البنات ماهمش برشا. عملت حوته في الحوتين في الشسني حوتين شاطرين يا البنات معناها حوته في الصوص وعملت الحوتين الاخرين مقسومين كيما تشوفوا فيهم هكا وباش نقليهم في الزيت. هذه كيفاش قالت لي مريم اعملهم الحقيقه من العاده راني نطيب الحوت معناها نطيبه في وسط الصوص اكهو. ساعات هكا يبداش عندي كعبات سردينه زايدين نقليهم معناها ونحطهم زايدين، سينو راني نطيب بيه الحوت الصوص الكل معناها نطيب بيه الكل. فالطريقه هذه الحقيقه عجبتني، عملت كعيبه في وسط الصوص والاخرين باش نقليهم. ولهنا حطيت طرف بطاطا يتصمتوا باش من بعد نقليهم ونزين بهم حسيلو. من بعد لحضرت الصوص نتاعي كما تشوفوا ما عادش عليها برشا تحضر، رميت جرين فلفل اخضر كهو. ديجا هو هي البنات راهو دوبا لتفور يفور الكسكسي منا الصوص تحضر منا فيسع فيسع. ما تحيرش طالما عندك الحوت حاضر منظف ومحطوط ما تحيرش فيسع فيسع يحضر الغداي. نصيف ساعة هكاكا ربيع ساعة ربع دراج ماكسيموم نص ساعة فهمتوا يحضر كل شيء. كيما نعرفوا الحوت ما فيش يروح فيسع فيسع يتسيب فما يكونش الحقيقة مشروع سمح عجبني حسيلو. كهول هنا بعد ما رميت جرين فلفل رميت مغرفة صغيرة كمون وقصيت الغاز حسيلو. وجيت لهنا حطيت الزيت يسخن، الزيت قليت فيه كيف او لامس ولا امس كعبات بريك. قلت اليوم نكمل فيه البطاطا وكعبات الحوت خاطر الحوت ديجا بطنته ما قلت لكمش بشنو بطنته. عملت مغرفتين كبار فارينة عليهم شوية فلفل اكحل وشوية كمون وشوية ملح كهو. خلطتهم بالباهي وبطنت بهم كعبات الحوت وحطيت لهنا البطاطا ديجا مصموطه طايبه باش تعملك القشره شايحه من برا وتاخذ لون سمح
وباش نضيف عليهم ديريكت كعبات الحوت لهنا، لقيت صايم مبقاش وقت، راجلي روح وطلب الغداء، فوليت في ساعة في ساعة فرست روحي وكملت الغداء على بكري. كهوا يا البنات لهنا تقريبا الغداء يحضر، جبت خلطت الغداء نتاعي حطيته، حطيت غداء راجلي اول حاجة، ديجا وصلوا في الوقت هذا وصلوا غداه قاعد يتغدى على روحه، وجيت لهنا باش نعمل صحين لحماتي. حماتي تحب الكسكسي بالصوص على الاخر، كاس سوا بالحوت ولا باللحم ولا بالدجاج، الفايده كسكسي بالصوص هكا يبدا فيه قرين فلفل مقلي، كعيبه بطاطا، كعيبه عظام، الكسكس هذوك ما تحبهم حماتي. فوليت كملت خلطت لهنا، وباش نبعث لها صحيفه ونحط غدينا والصغيرات ونتغدوا على ريحات. كهو هي البنات، هذاك هو بالنسبة للفيديو متاعي اليوم، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله تشجعوني هكا وتحطوا لي برشا لايكات، وما تنسوش البنات بالحق بالحق تحطوا لي لايك اللي دخلت للفيديو وصل البارتي هذه، باش تحط هكا اللايك المزيانه نتاعها، وبالطبيعه تخلي لي كلمات سمحين كيما عودتوني وفرحتوني ومفرحيني ديما يا البنات. وبالطبيعه اذا اول مره تشوف قناتي يشرفني الاشتراك نتاعك، اشترك معنا في القناه وفعل خاصيه الجرس باش هكا يوصلك كل جديد، نضم العائلتنا التحفونه هذيا، وان شاء الله يا ربي يدوم عشرتنا في الخير ولمتنا في الخير يا البنات. حسيل اش باش نقول لكم اخر، كهو ما تركزوش برشا مع اللي ورا الباب، هذوكم جاب لي زوجي ساشيات فيهم باكو فارينا وباكو وساشي فيه باكو روز وساشي فيه زوز باكويات مكرونه حسيلو وساشي فيه باكو بسكويت باكو شو اسمه باكو كسكسي حسيلو، كلهم مفلوقين حاشاكم فهمتوا، اكل كي حلو ستيكه فما باكويت يتحلو، فيعملهم في ساشيات يجيبهم لي للدار، من ما يتشوش بالطبيعه يجيبهم لي، نولو نحنا نستهلكوهم الحقيقه، فجيبهم لي الوقت هذايا وقت الغداء، وانا الكوجينه كيما تشوفوا ضويقه ما نجمش نحط فيها حتى شيء، فكدستهم هكاكه ورا الباب، قلت حتى نكمل نحرك الغداء ونغسل المعون، اتو نجبدهم ونفرغهم في الحكاك نتاعهم ونحطهم في البلايص بلايصهم. حسيلو يا البنات هذا الكسكسي نتاع اليوم، ان شاء الله قسمكم منه في الجنه يا البنات، عجبني على الاخر وفرحانه بها الروسيت هذيا، جاتني بنينه بنينه على الاخر، سهله في ساعتي بخفلف نتاع فطور زربه وفطور معناها بريزونتابل على الاخر ومتاع زرب. حسيلو يا البنات بقالي كان باش نقول لكم باي باي وبسلامه وبرشا حب لكم الناس الكل.